هنتكلم النهاردة عن مفصل الركبة الصناعي. احنا بنلجأ لمفصل الركبة الصناعي في حالات الخشونة المتقدمة في مفصل الركبة، لما المفصل بيكون منتهي تماما، تآكل بشكل كامل، فبنعمل عملية استبدال المفصل الصناعي. كنا اتكلمنا قبل كده عن طريقة الجراحة، لكن جات لنا أسئلة كتير جدا ان الناس مش فاهمة يعني ايه اللي بتغير في المفصل بالظبط. هو طبعا ده نموذج للمفصل الصناعي، دي عظمة الساق القصبة ودي عظمة الفخذ. لو فتحنا المفصل كده بيبقى من جزئين، بيكون الجزء العلوي اللي هو مفصل الفخذ زي ما احنا شايفين، ده مفصل حقيقي تمام، ده من الخلف، ده من الأمام. سطح العظمة بيتشال كله بالغضاريف المتآكلة اللي هي مصدر الألم، وبنثبت الجزء المعدني ده بأسمنت طبي في الجزء العلوي، والجزء اللي هو القصبة بنشيل برضو سطح المفصل وبنركب الجزء المعدني اللي هو ده مع جزء بلاستيك أو بوليسيلين اللي هو ده، بيتثبت برضو بأسمن، وده بيتحرك عليه كده، فالمفصل بيقدر يتني ويفرد، يعني بيتني للآخر عادي خالص من غير أي مشكلة، والصابونة بتكون قدامه. ده بيكون حل نهائي لخشونة المفاصل، بيزول الألم وبترجع الحركة بشكل طبيعي. تمام، شكرا جزيلا لكم.